السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وإن رتقى خيمانيز أعلى من المدافعين ويحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر الذي أنقذ قبلها فراستين خطيرتين ليحارم إدانسون كافاني ينولوي السواريز من التسجيل، ووضعت أوروغا وأي أول ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى لتتساوى مع روسيا صاحبة الضيافة التي فازت على السعوديات 5-0 في المباراة الافتتاحية الخميس. وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الذي رفض مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبار المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لوي السواريز وإدينسون كافاني. وبقي صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة، وحظيت صفيق حرام المشجعين كلما ظهرت صورته على الشاشة العملاقة في الملعب.